الحق بسم الله الرحمن الرحيم. شهر التراث هذا الشعار الذي أخذه ولا كان على عاتق وزارة الثقافة هو اختيار ذكي. لماذا؟ امتداد ثقافي التراثي لإفريقيا وعلاقته بالجزائر في تداخل هذا الشعار. كيف ذلك؟ نحن نعلم أن الدبلوماسية الجزائرية أو الحركة السياسية في الجزائر رجعت بقوة إلى إفريقيا. نعم. وهذا الرجوع لا بد أن تواكبه حركة ثقافية واقتصادية. إذن الشعار هو قراءة للتوجه الدولة الجزائرية إلى إفريقيا. عندما نقول تراث، كل ما نكتسبه ونتداخل مع إخواننا في إفريقيا، خاصة منطقة الساحل، السودان الغربي. صحيح. أقصد السودان الغربي، نيجيريا، مالي، حتى تشاد، كل الدول التي لنا معها حسن الجوار. إذن العنوان أو الشعار هو قراءة للتداخل والتشابك الثقافي الذي بيننا وبين إفريقيا. أكيد. شيء مهم أكيد، وهناك امتداد كبير جدا للثقافة الجزائرية في العمق الإفريقي. دكتور زعيم، ربما الأكيد أن الثقافة الجزائرية حاضرة بقوة في إفريقيا بحكم الحضارة والتاريخ، حدثنا عن الثقافة الجزائرية في إفريقيا. الحقيقة أن الحضور الجزائري في صلب الهوية الثقافية الإفريقية، يعني نتجاوز السطحية ربما الثقافة إلى صلب نسغ الهوية التي. نعم. تكون يعني الجذور الروحية والمعنوية للشخصية الإفريقية، يعني هي بطاقة تعريف في حقيقة الأمر لقارة بأسرها. والحضور الجزائري لا شك فيه، خصوصا يعني فيما يتعلق بالمكونات الروحية لهذه المقومات التي تتمركز عليها الهوية الثقافية. أنا فيما يخصني حتى أتكلم يعني في اختصاصي، باعتباري أنني. نعم. يعني أشتغل في حقل الدراسات الصوفية، وجدت أن هناك شبكة من الحضور الصوفي الجزائري في عموم إفريقيا، يعني شامل لكامل الفضاء. أكيد. الإفريقي بشكل رهيب، و يعني حقيق بنا أن ننتبه إلى هذا الأمر، كما تفضل بذلك يعني بالإشارة إلى ذلك زميلي، في يعني يدخل هذا في صلب يعني النظرة الاستشرافية لنوع من الدبلوماسية الروحية التي. صحيح. يمكن لها أن ترافق العمل الدبلوماسي يعني في مفهومه. صحيح. السياسي. أكيد. التقليدي.